إذا مرحبا بالفن الأصيل والطرب الأصيل. معنا في صباحيات دوزان، حنا وعدناكم برجوع البلاطو ديال الصباحيات هذه مدة، وحنا عند الوعد ديالنا ياك ليلى. أكيد، وتا هو عند الوعد ديالو الفنان الأصيل رفيق الماعي. كيف ما قلتي بداية الحلقة مشاهدينا، سفير الموسيقى الأندلسية، وجه من وجوه الفن المغربي، وجه كيمثل الموسيقى المغربية بأوروبا. رفيق الماعي، مرحبا بك مرة أخرى في صباحية دزام. مرحبا الأخت ليلى، بدءاً ببدء أشكركم أخت ليلى وأشكر سميرة وكل الطاقم التقني لصباحية دوزيم. كما أتمنى رمضان مبارك كريم لكل الشعب المغربي والأمة الإسلامية جماعة. إن شاء الله إن شاء الله رمضان كريم تنتا السي رفيق الماعي ولكل الأسرة ديالك اللي كاينة هنا في المغرب وحتى في بريكسل. كنا كما قلتي وكما قالت سميرة، كنا استقبلناك هذه مدة ماشي بزاف في صباحية، وعدتينا أنك غتجيب الجديد ديالك، جبتيه ومصور على طريقة الفيديو كليب. اشتقنا لك واشتقنا للصوت ديالك الشجي، فما كرهناش نسمعوا شي حاجة منك في هذا الصباح هذا. إن شاء الله. يا ربي يا رحمن، أنت الذي تهدي حبيب لنا إيمان. يا ما شاء الله. تبارك الله عليك سي رفيق الماعي، نورتينا بالحضور ديالك. انا بغيت نسولك، عرفت بانك كتحيي مجموعه من الامسيات، مجموعه من الحفلات بالخصوص خارج المغرب. اولا انا كنحسد هذوك الناس اللي كيجيو يحضروا، كنحسدوهم لان كنقول لهم سعداتهم بخصوص هذا الشهر الكريم. فكيفاش كتكون هذه الامسيات هذه مع الاستاذ والفنان رفيق الماعي؟ هي امسيات كتكون روحيه بالدرجه الاولى، وكذلك تراثية بالنسبة للموسيقى الأندلسية، كذلك بالنسبة لروحية في الموسيقى الصوفية. وكما تعلمون على أن التصوف أو الشعر الصوفي هو يعني لشعراء متصوفة فجروا جانبهم الباطني في شعرهم. وإذا مجزنا يعني التصوف بكلام جميل وبلحن، فلا بد أن القلوب سورتو للقلوب. ونحن في الذكرى يعني في بلجيكا، في الذكرى الأربعينية للاعتراف بلجيكا بالإسلام، وقمنا سهرات بهذه المناسبة سواء مع الجالية التركية الموجودة في بلجيكا والجالية المغربية. نعم، انا بغيت نسولك، ما ديروش شي سهرات روحانية بحال هكا في المغرب هنا؟ ان شاء الله ان شاء الله نحن اليوم ان شاء الله ان شاء الله نحن في هذا في اطار يعني المفاوضات ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم على اي وغير علمونا الله يخليك ان شاء الله بكل باش نعمس احنا المشاهدين. بكل فرح. المره اللي كنت جيتي عندنا من قبل كنت وعدتينا بعده مشاريع، غادي نمشيو دقه دقه لان عرفت بانك نجزتي من كل هذه المشاريع. اول حاجه اللي هي فيديو كليب لاول عمل ديالك اللي هو فيديو كليب، فبغيناك تكلمنا عليه واللي غادي نشاهدوا منه مقتطف. هو فيديو كليب بعنوان يا حبيبا، وهو يتطلع يعني او يتحدث في محبة الله سبحانه وتعالى. وانجزت هذا الفيديو كليب في مدينة طنجة وكذلك في بلجيكا في بروكسل، خصوصا في بروكسل. وهو من كلمات بالعربية، من كلمات ديالي، والكلمات بالتركية كان غنيتها بالتركية.
لشاعر قديم من واش نزول عن طلب الجالية التركية اللي كاينة في نعم بريكسل. نعم نعم لكي وما ياخذوش منا بزاف نو لكي يجمع لكي يجمع الشمل ما الأمة الإسلامية هذا يعني هذا هو المراد نعم يعني السيناريو والإخراج للدكتور فريد العسري والتصوير للأستاذ عمر أيوبي فأنجز هذا الفيديو كليب وسيما سيما للخصوصية ديالو هو يتحدث عني من انطلاقة من مدينة طنجة إلى بروكسل يعني الحياة الشخصية ديالي من انطلقت من مدينة طنجة إلى بروكسل لاصطدام بثقافات أخرى ومشارب أخرى في السماع الصوفي خصوصا في السماع الصوفي التركي نعم شوقتين كما كيف ما قالت غزلان شوفوا مقتطفات من فيديو كليب اللي جاب لنا رفيق المعن نرجع لكم للحوار ديالنا معك يا حبيبا ما له ثاني أنت في السر وأعلاني أقررت بذنبي وعصياني فارحم عبدا راحلا بارك الله لسي رفيق المعيس لان ذلك كنت وعدتينا كذلك بمشاريع أخرى مشروع أنا بزرك ناقل مشروع الموسيقى الأندلسية بالطريقة الغربية نعم. ففين وصل كذلك هذا المشروع هو ماشي هذا المشروع يعني في إن شاء الله كاين واحد البرومي كونسير هيكون في ديسمبر إن شاء الله ويجمع يعني جمعت يعني عازفين غربيين بالطريقة البوليفونية كما قلت الأخت سميرة البوليفوني وهي الطبقات الصوتية فهذا المشروع هذا في إطار الإنجاز إن شاء الله في ديسمبر عندنا البرومي كونسير إن شاء الله واحد الحاجة ما قلتش تحقق هذيك المرة هذه المرة كنقول بأنك عازف على آلة العود عازف كذلك على الرباب الأندلسي والإيقاع الموسيقي هي بالنسبة لك الموسيقى عند رفيق المعي هي إرث كتورث أنت أب عن جد نعم طبعا ياك ولا لا حتى الموسيقى وحتى الآلات الموسيقية طبعا نحن يعني في العائلة يعني من عائلة محافظة تربينا على الموسيقى الأندلسية ديال مولاي أحمد الوكيلي ديال الرايس ديال الشيخ ديال مدينة طنجة السي أحمد الزيتوني كذلك ومن تلامذة المعهد ديال الموسيقي لمدينة طنجة وتدرجت يعني في المعهد وعازف على آلة الألتو كذلك وهادشي اللي تحية الأخ ديالك كذلك تحية الأخ ديالك اللي توا ضمن المجموعة كذلك الموسيقية ديالك أنا عرفت بأنك جيتي دابا المغرب في الأجواء هذاك وليد اليمين ديالي الأخ ديالي عرفت أنا قريت واحد الأختيكل عرفت بأنك يعني أنت وياه تبارك الله دايرين يد في اليد في هاد الموسيقى الأندلسية اللي تبارك الله اللي تولعتوا بها من صغركم أنا في حالك حقيقة تنفتحوا بكم حاضر هنا في المغرب لابد أن الناس اللي في بروكسل وعدتيهم انك تدي لهم بزاف ديال الحوايج اشنا تدي لهم من المغرب فالرمضان رمضان يلا الرمضان وكنحييهم من هذا المنبر ديال بلاطو ديال صباحيه دوزيم كنحييهم وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد وان شاء الله نجيب لهم شويه ديال التمرات والشباكيه وشويه الصفوف ونطلعوا في يدنا ان شاء الله بالصحه والراحه شكرا بزاف تحيه للناس ديال بلجيكا عامه بروكسل انفيرس خاصه وشكرا للسي رفيق معي
اولا شرفتينا بتلبيه الدعوه ديالك وتحفتينا بالموال الرائع الاكثر من رائع، بغينا نعاودوا نسمع منه. فاذا فكر في مدينه الدار البيضاء هذه المره في هذه السهرات اللي تقدموهم ان شاء الله. شكرا لك ليلى. شكرا شكرا غزلان. طلبت مني قالت لي واش ممكن يختم لنا السي رفيق المعي بشي موال تركي؟ لمالا لان انا صراحه اكتشفنا الفنان ديالنا رفيق معي ديك المره وكان هدا لنا سي دي صحيح. وانا عندي في البيت كنتصنت ليه يوميا، ما كاينش اللي ما تيجيش عندي وتيقول لي ديال هذا الصوت الرائع. يعني تبارك الله عليك عندك، يعني تبارك الله اذا غادي نختموا به الى قبل الى قبل السي رفيق المعي. غير قبل من ذلك نقول للمشاهدين نتلاقاو ابتداء من يوم الاثنين المقبل باذن الله مع حلقه جديده من صباحيه دوزام، دائما في الاستماع للطلبات ديالكم، في الاستماع للرغبات ديالكم. ما تردوش انكم تواصلوا مع البرنامج عبر الرقم 05226673777 عبر صفحه في فيسبوك صباحيه دوزام بوان اوفيسيال. غدا عندكم موعد مع لو بيست اوف صباحيه دوزام. جمعه مباركه والى اللقاء. تفضل سي رفيق المعي. ان شاء الله انا من المقطع من الكليب اللي عملت ان شاء الله. بن يرم ياني ياني اشك بو يا دباني كاني ني أركي لم نادي باني جل قرباني أشك نايلادي جل قرباني باني أشك نايلادي در در گیری افتار ایلی